أحنف بن قيس وهو سيد تميم، فتبعه رجل فشتمه في السوق، اشتمه فتركه، ثم لحق في موضع آخر وشتمه، ثم خرج من السوق وذهب إلى حيه. طبعا هو السيد، فلما بدا عند قومه، يعني هذه بيوت ربعه، التفت على الشاتم له، قال: هل بقي من شتيمتنا شيء؟ فأعطنا إياها هنا، يعني ألعن لين تخلص بس وأنا هنا، لأني أخشى إن دخلت على قومي ألا يتركوك. يعني خايف على هالسفيه من ربعه لا يبطشون. هل بقي من شتيمتنا شيء؟ شيء يا شيخ. ويقال أن أحد الصالحين أتاه رجل، وقيل أنه علي بن الحسين زين العابدين، أتاه أخ له فتحدث عليه، يعني تكلم فأغلظ، قال: إن كان في ما تقول فغفر الله لي، وإن لم يكن في ما تقول فغفر الله لك، السلام عليكم، الله يمسيك بالخير، انتهت المشكلة. الإنسان يرفع نفسه يكون كريم. ترى بعضهم يستجره السفيه، يسحبه للميدان اللي هو يبيه، يقول: أبي أنرفزه، أنا بطلعه من عقله، وأبيه يلعن مثل ما ألعن. لا لا لا، أنا صفات عباد الرحمن، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة.